الارقام اللي معاك ايه؟ خليني اقول لك رقم يبين لك قد ايه النادي الاهلي اشتغل ودرس نادي الزمالك بشكل كويس جدا. نادي الزمالك النهارده قدام النادي الاهلي اعتمد على الكرات العرضيه بنسبه يعني خطيره جدا. هنتكلم ان العرضيات نادي الزمالك النهارده 16 كره عرضيه. 16 كره عرضيه النادي الاهلي اتعامل معاها بشكل مميز جدا على مدار الشوطين. نادي الزمالك كمان جات له 7 ضربات ركنيه، وده باين لك قد ايه نادي الزمالك بيعتمد على الكرات الثابته والكرات العرضيه. ولا واحده فيهم عملت تهديد على مرمى محمد الشناوي بعكس المباراه السابقه. وبالتالي هنا بنتكلم على حاجتين، النادي الاهلي استعد للامر ده بشكل كويس عشان يديهم حقهم، ولاعيبه نادي الزمالك تحس ان مفيش القوه البدنيه والقوه يعني الشراسه الهجوميه اللي الفريق كان بيقدم بيها في المباريات السابقه. خليني كمان اقول لك ان رغم الاستحواذ لنادي الزمالك على في الشوط الثاني على وجه التحديد لرفع الاستحواذ 54% 46% النادي الاهلي، النادي الاهلي كان الاكثر محاولات على المرمى. النادي الاهلي عمل 13 محاوله على مرمى نادي الزمالك، رقم كبير جدا جدا جدا، وباين لك ان كمان لو كان النادي الاهلي استغل 45 دقيقه الاولى كانت ممكن النتيجه تزيد عن 3-0، وضعا في الاعتبار ان احنا بنتكلم على ان الثلاث اهداف جم من الدقيقه 61 لغايه الدقيقه 90، يعني النادي الاهلي خلص على نادي الزمالك في نص ساعه بس، النص ساعه الاخيره بالظبط. وده اللي لاحظناه حتى في الماتشات اللي فاتت تاكيدا لكلامك ان دايما الزمالك بدنيا بيقل في اخر 30 دقيقه او 20 دقيقه. لقيته بيقل، ده بينهار انهيار تام اللعيبه نفسها. حتى هقول لك حاجه كمان، تعالوا نفتكر نعمل كده فلاش باك يا جماعه الماتش السنه اللي فاتت الدور الثاني لما نادي الزمالك قبل اللي فات، نادي الزمالك والنادي الاهلي تعادلوا 1-1 بهدف صلاح محسن وهدف فرجاني ساسي. هدف صلاح محسن تقريبا جه في نفس توقيت هدف كهربا الاول في النهارده، جه في منتصف الشوط الثاني. لكن بتتفرج على المباراه شايف ان نسق لاعب نادي الزمالك يخليه قادر على التعادل، وفعلا فرجاني ساسي قدر يجيب هدف التعادل في تقريبا دقيقه 84. النهارده بعد هدف كهربا اي حد بيتفرج على الماتش يقول لك مستحيل الزمالك يرجع. ليه مستحيل الزمالك يرجع؟ لانه ما بيتحركش، الفرقه فيها مشكله. وخلي بالك يا محمد نقطه مهمه جدا، النادي الاهلي في هجماته المرتده كان بيروح تقريبا 3-3 4-4. ليه؟ لان اللعيبه اللي هي متقدمه مش قادره يعني ترجع. الموضوع صعب جدا. فده سؤال انا اعتقد اجابته عند الجهاز الطبي لنادي الزمالك. طيب عنوان تاني ومهم جدا، دخول خالد عبد الفتاح. نعم. ويمكن اللي تابع الحاله الاولى هيلاقي فيه تفاصيل ما بين السطور في كل النقاط اللي كنا بنتكلم فيها وحصلت في المباراه. نعم. خالد عبد الفتاح موجود النهارده في مركز المساك، وهاني في نفس المكان في الباكرايت. اعتقد ده خالد عبد الفتاح في كورتين تاكلينج عملهم في الشوط الثاني، هو كتب وجهه نظري شهاده ميلاده مع جمهور النادي الاهلي ان هو اوريدي تحمل مسؤوليه انه يلعب مساك تاني في وقت النادي الاهلي فعلا بيعاني في هذا المركز غياب شديد جدا. ياسر ابراهيم، عبد المنعم معاهم متولي 3 مره واحده بيغيبوا على المباراه، ورامي ربيع نفسه كان بيبقى بديل، يعني رامي ربيع نفسه مش اساسي، فانت كنت محتاج لاعب تاني. طبعا كلنا اكيد توقعنا محمد هاني بواقع ان هو له سابق التجارب في الحته دي وعنده خبره، لكن خلينا نفتح بصراحه تحمل مسؤوليه. وانا متاكد ان مارسيل كولر قعد معاه وسال واستشار، وهو الولد وافق وقال له اوكي انا لعبتها مع سموحه وما عنديش مشكله ان انا العبها في الماتش، بس انا اعتقد ان هو خد قرار جريء. وشفنا اداؤه في الملعب ذكي جدا، وكمان باسير كويس لان هو اصلا مش مساك، هو اصلا باكي. نقطه مهمه كمان قبل ما نخش بقى لفقره السبوره، انت النهارده بتلعب الزمالك وفي اختلاف عن التشكيله الاساسيه اللي لعبت مباراه السوبر بست عناصر. ومع ذلك الاهلي بمن حضر، غياب منعم ومتولي، غياب السوليه، غياب طاهر ما كانش بدا، غياب برونو سافيو، انت بتتكلم في 6 عناصر اساسيه غياب. صحيح. يعني غيابات كلها مؤثره جدا. صحيح. ومع ذلك الاهلي بنفس النسق بيفوز بنتيجه اكبر ده تفسيره ايه؟ اكيد ده يعني بيزيد في وجهه نظري من الحاله النفسيه، التفوق النفسي اللي دايما منظومه الاهلي بتعمله على منظومه الزمالك. يعني في تفوق نفسي عبر التاريخ ان انا بكسب، انا يعني مرشح للانتصار اكتر منك، ربما ساعات الزمالك بيبقى مرشح في اوقات استثنائيه مش على طول. دفع كده كمان الفريق النهارده فعلا بدنيا افضل بكتير من الزمالك. ربما في ماتش السوبر كانت الكفتين متساويتين شويه بدنيا، الزمالك كان بدنيا كان بيلعب كويس وكان وعمل شويه هجمات. عمرو محمد شفنا يعني فرص نادي الزمالك في ماتش السوبر في الامارات. النهارده انت بتتكلم على وضع غياب تام، مش الاهلي بس، يعني نفس الشكل بصراحه محمد، نفس الشكل نادي الزمالك النهارده هو كان قدام بيراميدز، هو كان في الماضيه
فكره النادي الاهلي لما اللعيبه خدت دش بين الشوطين انها تفك من الرهبه اللي هم فيها وهم قلقانين هم ما يكسبوش، نزلوا ولعبوا كره عاديه ويخليهم مجرد نص ساعه يجيبوا ثلاث اهداف. لو انت سالت اي مشجع اهلاوي على فكره الفرقه دي انت شايفها قدامك دي بتلعب وحش هتنزل شوط ثاني تاخد تحرز ثلاث اهداف؟ يقول لك مستحيل. الموضوع ببساطه ان الاهلي كان عنده كل الادوات وكل العوامل اللي تخليه يحقق نتيجه كويسيه، وبالفعل ده اتحقق و 3-0 نتيجه اكيد الجماهير عمرها ما تنساها.